ومن البلايا، من البلايا ربي يبتليك بامرأة سلفاء، صليطة اللسان، عديمة الأخلاق، كثيرة الشكوى، تنسى فضل الله عليها، جريئة. يعني من ابتلي بهذا الصنف من النساء نسأل الله له العافية والسلامة. لذا الإنسان أثناء الزواج يتخير وينظر من يتزوج، والأخلاق، الأخلاق لها جانب كبير في اختيار الزوجة، وبالمقابل لها جانب كبير في اختيار الزوج. فإذا جاءكم من ترضون دينه، إيه؟ دينه وخلقه. الأخلاق عندها جانب في اختيار الرجل، كما هو الحال الأخلاق لها جانب كبير في اختيار المرأة أن تظفر بذات الدين وأن تتزوج الودود الولود العؤود التي تعود، الودود من الود. أما هذه التي ذكرت في أثر عمر، أسأل الله أن يعيذك منها، السلفع، السليطة اللسان الجريئة. وربي كنت ندخل في هذا الموضوع بالك نجيب حتى العشاء. السلفع من النساء اليوم، المرأة في دارها، في دارها تسب راجلها، والله غير تسبه وتسبه بربي، والله غير طيح له الكلام الفاحش في دارها المرأة الآن، وسيئة الأخلاق ومترجلة وتشبهت بالرجال، مترجلة. فأقبلت إليه، ليست بسلفع من النساء، لا خراجة ولا ولاجة، لأن الأصل في المرأة وقرن في بيوتكن ولا تبرزن تبرج الجاهلية الأولى. نعم قد تخرج المرأة وتخرجها الحاجة وتخرجها الضرورة، وقد تعمل المرأة، تعمل في قطاعات محترمة تحفظ لها الأنوثة والكرامة نتاعها،